وطبعا يعني الامطار ابتدت، لكن في سيول بقى في شمال سيناء، ولينا استعدادات خاصه لمواجهه السيول دي. دلوقتي معانا على التليفون المهندس ياسر العماري، مدير اداره المتابعه بقطاع شمال سيناء لشركه مياه الشرب والصرف الصحي. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس، وعايز اسالك الى اي مدى البنى التحتيه عندنا بقت جاهزه عشان تواجه السيول، وعلشان كمان نستفيد بهذه المياه، واحنا بنتكلم عن شح مائي يعاني منه العالم كله. باشمهندس حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، طيب مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. انا بسال حضرتك عن البنى التحتيه واستعدادها لمواجهه السيول، وايضا للاستفاده القصوى من مياه السيول، لانه احنا بنعاني، العالم كله بيعاني من شح مائي. صحيح يا فندم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا في استعدادات خاصه في محافظات شمال وجنوب سيناء تحديدا، في المحافظات يمكن اللي فيها مجاري سيول. احنا طبعا عندنا مناطق زي السيل اللي موجود دلوقتي، يعني بيجرى حاليا سيل وادي الازارق، طبعا هو اعتقد في طريقه الوادي العريش. الحمد لله الامور طبعا مستقره. بالنسبه طبعا للاستعداد للسيول، احنا حضرتك يمكن بدايه دخول الشتاء دايما بيبقى عندنا حاله طوارئ بيتم رفعها على الدرجه القصوى، وطبعا بمتابعه الارصاد الجويه دايما بيبقى عارفين لو في موسم امطار يعني تصل حدتها للسيول، يعني بيتم طبعا نشر معدات الكسح في المدن الرئيسيه زي مدينه العريش. طبعا بالنسبه للحسنه ونخل، ويمكن المنطقتين دول الاكثر في محافظه شمال سيناء اللي بيواجهوا سيول دايما، مدن الحسنه ومدن ومدينه نخل، بيتم توزيع طبعا السيارات. عندنا عدد 2 سياره وتعتبر مثابه محطه متحركه لكسح السيول، مجهزه لكسح السيول. بالاضافه طبعا عندنا العربيات، عندنا 12 عربيه كسح عاديه الساعه 10 متر مكعب. العربيات طبعا بيتم توزيعها، لو اتكلمنا داخل مدينه العريش العاصمه اولا، العربيات دي بيتم توزيعها على يعني تمركزين رئيسيين. التمركز الاول طبعا بيبدا يتم كسح الامطار تحديدا من الشوارع الرئيسيه، وبعد كده الانتقال للشوارع الفرعيه حسب مكان تجمع الامطار. يعني احنا يمكن خلال الايام القليله السابقه يعني تم كسح كميات كبيره من الامطار داخل الشوارع من خلال التمركزين اللي وضحتهم لحضرتك. عندنا العربيتين اللي هم بمثابه محطه متحركه، العربيه دي بيتم تجهيزها في الامطار اللي هي في المناطق اللي بتصل فيها الامطار لحد السيول، يعني بيبقى ارتفاع المتر، بارتفاع المياه تصل 2 متر 3 متر في الارتفاع. يعني بيتم تشغيل العربيه في اقرب، بتبدا تفضي في اقرب مكان في مكان رملي. يعني طبعا بالنسبه للمناطق وسط سيناء بيتم تجهيز عن طريق مديريه الري، بيتم تجهيز دايما السدود المتاحه اللي موجوده في المكان زي سد الروافعه موجود في اول وادي العريش، في سد وادي الازارق. مجرد طبعا بيتم احتجاز كميات كبيره جدا من مياه الامطار واللي بتبقى موجوده في المكان ده، بيتم طبعا استخدامها في الزراعه. ويمكن الاهالي دايما بيبقى ده موسم بالنسبه لهم، قد يكون موسم فرح يعني، لانه طبعا بيتم زراعه الشعير، بيتم زراعه اللي هي الزراعات الموسميه عامه في المناطق يعني في وادي العريش تحديدا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس ياسر العماري، مدير اداره المتابعه بقطاع شمال سيناء لشركه مياه الشرب والصرف الصحي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.